عشعيبية جاية جاية نمساليك مقفيطين اجي على مزينات كمي اجي سلمنا الغزالات. السلام عليكم كديري لبس عليكم قالوا لك حقه اجي اجي اختي قول لهم قالوا لك امك مسكينه منين جات من المغرب وتي خاشيه في الكوزينه ما خرجتيها ما خرجتيها لا خرج درت زيدور ما تنبغيش وما تبغيو يخرجوني تيبغيو يخرجوك دايرين لك اختي دايرين لك الحبس هنا لا ها ياك تحموني انا زعما حيك عدو اي خاصمو عليا ولا يلا تدير لهم عطار وطلو لينا عاد بقى انا نصوك انا غادي من الكوتش بلي بحزمه ماما على الصباك الثمانية تقولي حنا ما كوفر بالسلامة وامي غادي عليا وامي نبقاو ليا البرير جلابة راه خفيفة ماشي مشكل ايوا البس الفيستة وعاد البس الجلابة لا الفيستة غنديرها من فوق فوق الجلابة والطابلية لاش لا طابليه دار عليها فيلم علاش بغيتيها لا ها قداش انا نمشي بلا طابليه هذيك هي القبيطه ولفتها دابا تتحزم منها حزام منها شو الصعيبيه راه دايره الصاك موديرن وري لهم الصاك امي غيتوحشوك امي ايوا رانا غاديه انا لداري وعدو وليداتي السلام عليكم اجبر الغزاله مع العام الجاي ان شاء الله سلم عليهم ودعا معاهم تنسلموا عليهم الله يعاونهم ويعينهم من عند الله دعا مع الدريات والدراري والدريات اللي ناويه شي حاجه في خاطرها الله يقضي عليها على الدريات اللي دراري اللي ناوي شي حاجه في خاطره حتى واحد ما تيعرف الخاطر ديال الواحد يا ربي تهلاو في راسكم ولي كاينه شي بنيه برا تدي ما عندها تفوج عليها تفوج عليها واخا يكون نسيب ما تعقلش عليه تجلس ضد منه ما نسيب دابا دخلت لا الله يعمرها هذا نسيبي مسيبي هو مره تطلع لي القرده للسطح انت تبداو تغوزوا تيقول لك واش يدحسوا كنقول لي راه عاد تيهضروا ولكن عداوي انا ما كنا بغينا ندحسوا اكثر انا عندي واحد الصوت عاد تقول لي فايته شيخه تقول لي مالك على الصوت يابا طفي على القهوه ما طفي غتمشي عندنا الوالده هاتوا مال برقان خليت البنتي على البرقان هاتوا على القهوه هاتوا على تاي لا تاي